مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. بكره الذكرى الخامسه لثوره 25 يناير. ولو احنا فضلنا في خندق هي ثوره ولا مؤامره 25 و30 يبقى عمرنا ما هنتقدم خطوه واحده للامام. علينا ان ندرك ان هذا الشعب قد ثار على مجموعه من الامور بدأها في 25 واستمرت في 30، لكن الحقيقة أنه بعد 5 سنين إحنا لسه عندنا نفس الخطاب الديني الرجعي، عندنا نفس معدلات الفقر، عندنا نفس معدلات البطالة، عندنا نفس معدلات المشكلات والبيروقراطية. إحنا لسه في نفس الخندق كأننا قبل 25 يناير 2011. لازم واحنا بنفكر وبندرس نعرف ان القضية مش بس مجموعة تظاهرات، مش بس حريات نقدر نطلع ونقول يسقط حكم ده ولا يسقط حكم ده. القضية ان حياة الانسان يجب ان تتحسن. الشباب اللي نزلوا في 25 يناير سواء اتفقت معاهم او اختلفت معاهم، والمجاميع اللي نزلت في 30 يونيو سواء اتفقت معاهم او اختلفت معاهم، كلهم كانوا بيطمحوا لحياة افضل، لحياة افضل، لقدرة افضل على ان هم يشوفوا مستقبلهم، لتعليم احسن، لصحة احسن. هل ده اتحقق؟ الحقيقة انه لسه ما اتحققش، والحقيقة ان لسه عندنا مشوار طويل، لكن مشوارنا لا يمكن ان هو يبدأ من نقطة خلاف وخناق عن 25 و30، الخلاف والخناق ما بين 25 و30 هيفضل حاططنا في خندق ضيق ونفضل نتخانق مع بعض. واعتقد ان بعد 5 سنين من نزول الناس في 25 يناير و دخول الإخوان على هذه الموجة ومحاولتهم ان هم يعني العنف والتصعيد اللي قاموا بيه الإخوان، وده شيء اصبح مؤرخ بوثائق لا يمكن الخلاف عليها، ان الإخوان ركبوا ثورة الشباب وان الشباب ما قدروش ان هم يحافظوا على ثورتهم. بعد كل ده لازم ندرك انه مطالب العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لم تتحقق، وإنه يجب أن يكون أمامنا هدف واحد في المستقبل، إن احنا نحقق هذه المطالب بعيدا بقى عن حكم الإخوان وبعيدا عن سيطرة الجماعة اللي النهاردة كشفت أوراق كثيرة ومستندات أكثر من لجنة حصر أموال الإخوان. ما كنا بنقوله طول السنين اللي فاتت أن هذه الجماعة كانت تريد أن تدير مصر لصالح الجماعة وليس لصالح الجميع، كما قال الرئيس السيسي النهاردة في خطابه. بكرة الاحتفال بذكرى 25 يناير، لكن الحقيقة أن الاحتفال ده دايما بيصيبنا بالقلق، معرفش ليه. هو ايه الثوره اللي بتصيبنا دايما بالقلق والتوتر، ونلاقي الجيش نزل الشوارع علشان يؤمن المنشآت الحيويه؟ لازم يكون عندنا ثقه في انفسنا، ولازم يكون هذا الشعب لديه ثقه في نفسه انه لن يقبل مره اخرى موجه ثوريه عارمه. لا خلاص، ممكن ناس تحتج، ممكن ناس يبقى عندها مشكلات، ممكن حمله الماجستير يبقى عندهم تظاهرات، ممكن يبقى في تظاهرات لفئه او فئات لأسباب مختلفة، لكن احنا تعبنا، احنا كشعب تعبنا خلاص. احنا محتاجين نستقر، محتاجين بكرة يكون أحسن، محتاجين نشتغل. بقالنا 5 سنين في موجات ثورية بلا عمل. إذا كنا عايزين نبني بكرة، أولا علينا أن نتوقف عن الجدل اللي هو ملوش أي لازمة. هو 25 ولا 30، هي ثورة ولا مؤامرة؟ كان فيها جزء مؤامرة، لكن خلاص خلصنا، عدوا. احنا ليه ما بنعرفش نعدي؟ ليه ما بنعرفش نصالح بعضنا؟ مش نصالح الإخوان، عشان بس أكون واضحة، مش نصالح الإخوان، مش نصالح أي حد رفع سلاح في وجه مصري، مش نصالح دول، نصالح بينا وبين نفسنا، نتصالح علشان نقدر نكمل بكرة. لكن هنفضل نخون بعض، هنفضل نقول لده عميل، ونفضل نقول لده متآمر، ونفضل نقول، مش هينفع. علينا أن ننظر للمستقبل، علينا أن نعمل، علينا أن نقود ثورة حقيقية على البيروقراطية، ثورة حقيقية على الفقر، ثورة حقيقية على الفساد، ثورة حقيقية على الخطاب الديني المتخلف اللي هيودينا في 60 داهية. الحقيقه الخطاب الديني المتخلف، مش هقول بقى الرجعي، الخطاب الديني المتخلف اللي هيفضل حاططنا في خندق رجعي مش هنقدر نخرج منه. ثوره على مش عايزه اقول انظمه قضائيه، ولكن لابد ان يكون هناك اصلاح لدار العداله. لابد ان يكون لدينا قضاء عاجل وناجز وشفاف وقادر ان هو يحق الحق. خلونا نسمي الامور بمسمياتها وما نخافش، ما نخافش ان بكره يترفع علينا اهانه قضاء، لا، دار العداله تحتاج الى اصلاح. دار العدالة تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى التدريب، القضاة يحتاجوا إلى التدريب، إلى يعني تعليم أكثر، إلى ثقافة أكثر. دار العدالة تحتاج إلى إصلاح، لأن إحنا مش ممكن هنعيش في قضايا الحزبة، ونكلمكم عن قضايا الحزبة اللي مستمرة، مش ممكن كل واحد هيقول رأي هيبقى ورا السجون زي إسلام البحيري. دار العدالة تحتاج إلى إصلاح، محتاجين ثورة على كل ده، ثورة على القوانين، ثورة على البيروقراطية، ثورة على الفقر، ثورة على الفساد. وهكرر كلمة أستاذي أستاذ محمد حسنين هيكل، أن الرئيس السيسي يحتاج إلى ثورة، أن يقوم هو بثورة على نظامه. والحقيقة أنه بدون هذه الثورة على هذا النظام اللي لسه في كل الآثار القديمة مش هنقدر ان احنا نتقدم للامام، مش هنقدر ان احنا نتقدم خطوه واحده للامام. نبطل نتكلم على ثوره ولا مؤامره، نبطل نتكلم 25 و30، ده شعب وده شعب، نفس الشعب اللي نزل هنا هو اللي نزل هنا. صحيح كان في النص في يعني اخوان في النص حاولوا يختطفوا هذا البلد، بس قدرنا نرجعها. خلاص، خلونا نبص لبكره، خلونا نشتغل، خلونا بجد نقود ثورة حقيقية من أجل العمل ومن أجل المستقبل ومن أجل وقف الفساد. ثورة يكون فيها كفاءات، محتاجين بقى ننسى الميديوقراط شوية وننسى الناس اللي بلا كفاءة اللي قاعدين اللي موجودين لنا في كل المناصب، ونشوف كفاءات حقيقية، نستغل الشباب الحقيقي، الكفاءات الحقيقية نضعها في أماكنها. هذه الثورة الحقيقية اللي احنا عايزينها، مش بقى مش ثورة بخناقات، مش ثورة بشعارات، احنا عايزين ثورة حقيقية على هذا على نظام قديم متخلف. عايزين نظام نقدر نعبر فيه عن آرائنا، نشتغل ونبني فيه للمستقبل. خلونا نشوف هذا التقرير عن خناقة على السوشيال ميديا. انا شاركت في 25 يناير، وانا ما شاركتش في 25 يناير. ارجوكم اخرجوا من هذا الخندق. تدوينات بجمل حماسية وأخرى تستعرض الصور والذكريات، هكذا استرجع رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذكرياتهم مع ثورة 25 من يناير بإطلاق هاشتاج أنا شاركت في ثورة 25 يناير، ليسارع الآلاف بإرفاق تدويناتهم بكلمات اختلفت من مغرد لآخر، لكنها أجمعت على تمجيد الثورة والفخر بالمشاركة فيها. بفتخر جدا بأن أنا شاركت في التحضير ليوم 25 يناير. يمكن احنا ما كناش متخيلين مدى تفاعل الشعب معانا اللي حصل في 25 يناير ثم 28 يناير اللي حولها من مجرد مظاهرات لثورة حقيقية. كان لازم يبقى في صوت للشباب اللي بيفخر بالمشاركة في 25 يناير عشان يؤكد تمسكه بمطالبها واستعادة ذكرياتها بالصور بالشعارات بكل حاجة، لأن ده الرسالة الأهم اللي عايزينها توصل، هو ان احنا متمسكين بهذه الشعارات والمطالب. انا واحد من الناس اول ما شفت الهاشتاج بتاع انا شاركت في ثوره 25 يناير بسرعه استرجعت كل ذكريات الايام دهيت، وازاي الناس كانت بتدافع عن الميدان وواقعه الجمل ولحظه لحظات خطابات الرئيس مبارك المتتاليه الثلاثه، ونهايه بيوم 11 فبراير نفسه واعلان خطاب التنحي. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهوريه. لم يلقى الهاشتاج استحسان البعض الاخر، فاطلقوا بدورهم هاشتاجا مضادا بعنوان انا ما شاركتش في ثوره يناير، ليبدأ السجال وتنشب حرب هاشتاجات بين الطرفين رفضها المؤيدون للثورة. اللي مستغرب له أنا شخصيا يعني أنه بعد 5 سنين من هذا الحدث المهم جدا للعالم كله شاهد بيه، أن نسمع نفس المبررات اللي احنا كنا بنسمعها من الإعلام الرسمي وقتها في 18 يوم. في دستور احنا كتبناه وأقرناه للشعب المصري بغالبية كبيرة في يناير 2014 بينص على أن ثورة 25 يناير هي علامة مضيئة وفارقة في تاريخ الشعب المصري، وأن 30 يونيو تعتبر استكمال ل 25 يناير. هي بالتأكيد ثورة وليست مؤامرة، لأن هي دي مطالب الشعب المصري اللي طالب بيها، اللي صعب جدا إنك تقنعه أنت مؤامرة مثلا علشان عايز تاكل عيش كويس، عشان عايز تعيش كويس، يبقى أنت كده بدل أنت عايز تعيش كويس يبقى أنت جزء من مؤامرة. ده كلام فارغ. وهكذا يحتدم الجدل بين الهاشتاجين الأكثر تداولا على منصة تويتر مع حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 من يناير. هشام الرباط، هنا العاصمة. مرة تانية من شاركوا في هذه الثورة يعني مهتمين جدا ان هم يؤكدوا انها ثورة، من هم رأوا انه الإخوان صعدوا على اكتاف هؤلاء الشباب ووصلوا للحكم شايفين انها مؤامرة. في النهاية يا جماعة أرجوكوا عدوا، أرجوكوا امشوا لقدام، ما تبصوش لورا، امشوا لقدام. عندنا مهمة أثقل، عندنا مهمة أكبر، عندنا عمل يعني دؤوب يجب أن نعمله. البلد دي مش هتتقدم بالجدل اللي احنا قاعدين نتجادله ده، بالخناق اللي احنا بصراحة خناق لا طائل له. ايه الفكرة يعني ايه الفكرة ان احنا نفضل نقعد نتخانق مع بعض؟ لازم نشتغل، لازم نبني البلد دي، لازم نعرف ان بكره اهم. وخلاص 5 سنين كفايه، 5 سنين راحوا من عمرنا، وكفايه راحوا من عمر البلد دي في جدل وصراع وخناق وتدمير البناء. يحتاج مننا ان احنا نكون يد واحده، يعني اتجاه واحد، بنفكر ان احنا نشتغل، مش بنفكر ان احنا نهدم. سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم متحدث باسم او مساعد وزير الداخليه للعلاقات العامه والاعلام، سياده اللواء قول لنا الاستعدادات بكره ايه، ويعني نحن في الذكرى الخامسه ل 25 يناير. يعني هو وزاره الداخليه بتبقى معنيه بتامين الاحتفالات في المناسبات القوميه والاعياد، بتحط الخطط الامنيه بتاعتها. الخطط الامنيه دي بتبقى شامله عناصر كثيره متمثله في تامين المباني والمنشآت الهامه والحيويه، تواجد خدمات امنيه مكثفه، تواجد اقوال امنيه بتجوب الميادين والشوارع، بيبقى هناك ارتكازات امنيه، بتبقى في قوات احتياطيه لتامين المواطنين، تامين الاحتفاليه، تامين المنشآت الهامه. الاساس في الكلام ده كله طبعا ان الداخليه معنيه ب تنفيذ القانون، فلن يسمح لاحد ان هو يخرج عن القانون، اي خروج عن القانون او محاوله تعكير الصف او محاوله القيام باي احداث شغب هيتم التصدي ليها بكل قوه في اطار القانون. احنا طبعا في المناسبات الكبيره والفعاليات الكبيره بيبقى في تنسيق مع شقائنا في القوات المسلحه، بيشاركوا معانا في التامين، الكلام ده بيتم بالفعل، وهم بيشاركوا معانا برضك في تامين هذه المناسبه ان شاء الله باذن الله. زي ما حضرتك اشرتي ان احنا محتاجين بلدنا تنطلق، وبلدنا يعني تسير في ركب التطور. الكلام ده مش هيجي بالكلام ولا بالجدال ولا بالخناق اللي احنا قاعدين نتخانقوا ده. الكلام هيجي بالعمل، والعمل صح. مش اي عمل، العمل الجاد والعمل المضني، لان فعلا احنا محتاجين ان احنا نشتغل كتير، محتاجين ان احنا نعمل كثيرا، مش علشان الاجيال القادمه، عشان نحافظ على بلدنا، عشان بلدنا تنهض وتتبوأ مكانتها اللي هي بتستحقها اقليميا ودوليا. واحنا شفنا ان الهدم والتخريب يعني بناخد وقت طويل قوي عشان نصلحه، يعني بناخد، والشعب كله عرف ان احنا يا جماعه بناخد وقت طويل. يعني الشارع اللي بيتكسر، لما كانوا بيكسروا الشوارع عشان يرموا الطوب، الشارع اللي بيتكسر ده علشان نرجع نرصفه تاني، ما ده من فلوسنا، ما ده من حاجتنا، ما هو ده من ضرايبنا اللي احنا بندفعها. بدل ما نعمل شارع جديد بنقعد نصلح الشوارع القديمه. بالظبط كده. وحته مهمه جدا حضرتك اشرت ليها، الشعب النهارده الناس اصبح عندها الوعي والادراك اللي كان موجود، والناس لن يسمح ليها بانها تستغل مره ثانيه، فدي حاجه جيده جدا. والناس عايزه الاستقرار، الناس عايزه بلادها تنهض، الناس عايزه بلادها تنطلق، وده امر جيد جدا، وده يعني اللي هو هيقول ان الاحتفاليه هتتم في جو كله استقرار والامن موجود، بيامن الناس وبيامن المباني والمنشآت. يعني انت تنصح الناس يا سياده اللواء بكره ان هو يوم عادي جدا؟ عادي جدا ان شاء الله. اللي عايز يخرج بكره اجازه، فاللي عايز يخرج يخرج ويتفسح، ويعني الناس يعني تعيش حياه طبيعيه. طب هل في ميادين هتتقفل سياده اللواء؟ هل في شوارع؟ لها تاثير بشكل طبيعي جدا جدا جدا. القوات موجوده، الامن موجود، التامين موجود، ويعني امننا مناسبات وامننا فعاليات وامننا امنتوا انتخابات مش حاجه قليله. ما انا بقول لحضرتك وامننا انتخابات، فان شاء الله باذن الله كل الامور تسير بشكل جيد جدا، ويبقى يوم كويس من الايام العاديه اللي بتمر على مصر. فبنقول للناس عيشوا يوم عادي جدا، وبنقول لاي حد بيفكر يخترق القانون او يخرق القانون، ايه يا سياده اللواء؟ هيتم التصدي والمحاسبه في اطار القانون. في اطار القانون. بشكرك سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخليه لشؤون الاعلام والعلاقات العامه. غدا ستغلق محطه مترو السادات. استاذ احمد ابراهيم متحدث باسم وزاره النقل. استاذ احمد، الاغلاق لمحطه السادات اللي هي محطه التحرير يعني هيكون من الساعه كام للساعه كام؟ مدام لميس، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهديك الكرام. وحتى الان كل الخطوط تعمل بكامل طاقتها، المحطات تعمل مفتوحه للجميع. اغلاق او فتح محطه من محطات المترو يخضع لرؤيه الامن بالتنسيق مع شرطه النقل والمواصلات. حتى الان لم تصدر تعليمات رسميه باغلاق اي محطه من محطات مترو الانفاق، ونحن ننسق مع الامن لحظه بلحظه حسب الموقف. ومش بس في بالنسبه للمترو الانفاق، ولكن عندنا السكه الحديد، عندنا المواني ايضا طبقا ايضا لحاله الجو. يعني احنا المواني بتغلق. النهارده الجو كان مضطرب، فممكن معظم المواني فتحت وقفت. ولكن انا احييك على الكلام بتاع حضرتك اللي قلتيه في المقدمه. احنا دلوقتي وحضرتك بتكلميني، احنا عندنا لجنه من كبار الخبراء في مصر في مجال الاقتصاد والنقل واللوجستيات والاستثمار كيف نبني وزاره نقل من جديد، كيف نعيد البناء. هو ده المهم يا جماعه، ده الشغل. و50 مليون يا استاذه لميس، وزاره النقل مدينه ب 50 مليار جنيه، ازاي نوقف هذا النزيف الخسائر؟ ازاي ننميها؟ ازاي ننمي مواردها؟ ازاي نحقق خسائرها، نحولها من الخسائر لمكاسب؟ هو ده اللي احنا شغالين عليه من الساعه 5 حتى الان. طيب. موجود معانا نخبه كبيره. ازاي نستغني عن قروض؟ ازاي احنا نبني نخلق فرص عمل جديده للشباب. طيب استاذ احمد بعد اذن حضرتك، تامين بكره خطوط النقل وبالذات في المحافظات تنسيق تام مع الداخليه يا فندم ومع القوات المسلحه. كل قيادات الوزاره موجوده في مواقعها، الوزير موجود في مواقع في مكتبه من الصباح وفي غرفه الازمات، وسوف يمر على جميع المرافق. احنا بنطمن كل الناس، انزلوا واحتفلوا بعيد الشرطه واحتفلوا بعيد الثوره، وان شاء الله هذه الاحتفاليه لن يستطيع احد ان يعكر صفها باذن الله. باذن الله. انا بس هرجع للسياده اللواء ابو بكر تاني، بس الجماعه حملت الماجستير والدكتورهات يعني فاكرين ان انا بقول ان هم هينزلوا بكره، لا انا بقول انه ممكن يعني يبقى في تظاهرات مش بكره، في اي وقت اخر، ان هم احيانا بيعرضوا وجهه نظرهم وبتكلم عليها بس ما لهاش علاقه بغدا، مجرد مثال لفكره عرض وجهات النظر وعن طريق التظاهر، وده بيكون باذن طبعا. سياده اللواء ابو بكر، النهارده الوزير كان بيتجول اعتقد في مجموعه من الميادين. بالظبط، هو سيادته عمل جولة ميدانية في القاهرة والجيزة عشان يتابع من خلالها الأداء الأمني ومدى التزام القوات والضباط والحالة المرورية. قام سيادته بجولة في ميدان مصطفى محمود، شارع جامعة الدول العربية، ميدان الجلاء، ميدان النهضة، شارع ميدان التحرير، منطقة وسط البلد، ميدان مصطفى كامل، ميدان العتبة، وقابل هناك عدد من الساده المواطنين صفقوا سيادته وهنوه بعيد الشرطه واستمع ليهم. دخل اسم المسك سيادته تفقد عمل هذا المواطنين جوه كانوا بينقوا. طيب سياده اللواء، هل في حد قدم بطلب بتظاهر بكره؟ سياده اللواء ابو بكر، طيب لحد ما يرجع لنا تاني الحقيقه، لان ده سؤال مهم جدا، لان احنا عارفين طبقا لقانون التظاهر الحالي لابد اللي عايز يتظاهر يتقدم بطلب لوزاره الداخليه او طلب يعني بالتظاهر ويجاب او يرفض هذا الطلب. في على فكره طلبات كتيره بتقبل. طب رجع لنا سياده اللواء ابو بكر ولا ايه يا جماعه؟ طيب حتى يعود لنا سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم مره اخرى. بكره يوم عادي جدا، نتمنى ان هو يمشي بسلام، نتمنى انه محدش يحاول يعمل اي احتكاكات. خلاص الناس مش مستحمله ازعاج، ومش مستحمله دوشه، ومش مستحمله مظاهرات، ومش مستحمله يعني احتكاكات. والشعب المصري عدى بسنوات صعبة، محتاج انه يبني المرحلة القادمة. سيادة اللواء ابو بكر، هل في اي جهة تقدمت بطلب للتظاهر بكرة؟ لا لا لا، مفيش حد تقدم بطلب للتظاهر خالص، مفيش. بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخليه لشؤون الاعلام والعلاقات العامه. النهارده الرئيس السيسي ايضا قدم كلمه للامه تحدث فيها عن شهداء ثوره يناير، وتحدث فيها عن مصر التي كانوا يريدونها وطنا للجماعه، ولكنها وطن للجميع. نحتفل اليوم معا بالذكرى الخامسة لثورة الشعب المصري في 25 يناير، التي ضحى خلالها شباب من خيرة أبناء الوطن بأرواحهم من أجل دفع دماء جديدة في شرايين مصر، تعيد إحياء قيم نبيلة افتقدناها لسنوات، وتؤسس لمصر الجديدة التي يحيا أبناؤها بكرامة إنسانية في ظل عدالة اجتماعية تسود ربوع بلادنا. السيدات والسادة، إن أي عمل إنساني يخضع للتقييم، وما اعترى تلك الثورة من انحراف عن المسار الذي أراده لها الشعب لم يكن من قبل أبنائها الأوفياء، وإنما جاء نتاجا خالصا لمن حاولوا أن ينسبوها لأنفسهم عنوة، وأن يستغلوا الزخم الذي أحدثته لتحقيق مآرب شخصية ومصالح ضيقة تنفي عن وطننا اعتداله المعهود وسماحته المشهود لها. ولكن الشعب الذي ثار من أجل حريته وكرامته صوب المسار وصحح المسيرة، فجاءت ثورة 30 يونيو. إننا نتوجه معا بتحية احترام وتقدير وعرفان لأرواح شهداء مصر الذين أرادوا لهذا الوطن تقدما ولشعبه عزة وكرامة. إن تقييما منصفا وموضوعيا لما حققته مصر خلال أقل من عامين على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية يوضح أن بلادنا تحولت من وطن لجماعة إلى وطن للجميع، من حكم يعادي الشعب وكافة قطاعات الدولة إلى حكم يحترم خيارات الشعب ويسعى جاهدا لتحقيق آماله، ويضمن مناخا إيجابيا لعمل قطاعات ومؤسسات الدولة. إننا نتحرك على كافة الاتجاهات الداخلية والخارجية، ندشن وننفذ مشروعات تنموية وإنتاجية، ومشروعات صغيرة ومتوسطة تراعي احتياجات الشباب وتدرك متطلباتهم وحقهم في العيش الكريم. والحقيقة أن الرئيس وصف الموضوع بدقة شديدة جدا، أنه هناك من أراد أن يعني يستخدم هذه الرغبات المشروعة جدا لهؤلاء الشباب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية ليخلق نظاما يخصه هو فقط. وده اللي عمله الإخوان من يوم 28 لما ابتدت اقتحام السجون بالتعاون مع حماس وكل من تسربوا من الناحية الشرقية، اقتحام السجون، تهريب مرسي واخوانه، يعني كل ده حكمت فيه المحاكم، وكل يعني كل ده يعني رصد بالوثائق بالشهادات. نذكر قضية وادي النطرون، يعني كل ده وثق بالشهادات ازاي انه احلام الشباب اللي بدأت يوم 25 ويمكن فضلت ليوم 11، لكن يوم 28 كان يوم تحول تاريخي لما الإخوان دخلوا بثقلهم جوه الميدان، وأيضا دخلوا لاقتحام السجون بالتعاون مع كل التيارات من حماس وغيرها لإنشاء دولة إسلامية أو دولة دينية في مصر، وهو ما لم نمكنهم منه على الإطلاق. حتى بعد ما حكمونا هذا الشعب لم يمكن الإخوان، عاشوا معنا سنة وكشفت وثائق الإخوان النهاردة اللي كشفت عنها لجنة حصر أموال وإدارة أموال الإخوان عن تفاصيلها. والحقيقة إنه اللي قالته اللجنة يمكن مجموعة من الوثائق، لكن الحقيقة إن إحنا قلنا ده في عز عصر الإخوان وفي عز حكم الإخوان، قلنا أنهم يؤخنون الدولة، قلنا أنهم يزرعون رجالهم ونساءهم في كل مفاصل الدولة، قلنا أن هم بيلتقوا مع قائد الحرس الثوري الإيراني الذي جاء إلى مصر. وأنا فاكرة كويس جدا الحلقة اللي أنا قلت فيها لماذا يأتي هذا الرجل إلى مصر ولماذا يلتقي به خيرت الشاطر. قلنا أنه زيارة أحمدي نجاد ما كانتش زيارة عادية، قلنا أنه هم يريدون أمن دولة أو جهاز، يريدون اختراق جهاز أمن الدولة ويريدون اختراق جهاز المخابرات المصرية. حاولوا مع جهاز المخابرات المصرية لم ينجحوا، حاولوا مع جهاز أمن الدولة يمكن قدروا يحصلوا على بعض الوثائق، لكن بعد ذلك تم تغيير قيادات الجهاز اللي كانت يعني قدرت اللي دخلت البلتاجي إلى جهاز أمن الدولة. قلنا كل الكلام ده في عز عصر الإخوان. الآن وقلنا أنهم كانوا يحاولون اختراق القضاء عن طريق وزير العدل التابع لهم، وعن طريق أيضا النائب العام المخصوص اللي كانوا عينوه بعد إقالة عبد المجيد مستشار عبد المجيد محمود. النهاردة بالوثائق ما قلناه وما كنا نتابعه يوم بيوم، كنا بنجيب الأسامي، احنا كنا بنرصد أسامي الناس اللي بتشتغل في وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الزراعة التابعة للإخوان بالأسامي. كان كل يوم عندنا لستة من أساتذة الجامعة المتعاطفين والتابعين لجماعة الإخوان، كنا كل يوم بنشوف الكلام ده وكنا بنقوله في عز عصر الإخوان. الآن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أثبتته بالوثائق. نسمع أن هناك تواصل بعض العاملين بأجهزة الدولة بقيادة حزب الحرية والعدالة عقب وصولهم للحكم، مما أدى لحدوث اختراقات أمنية بهذه الجهات، ترشيحات الحزب لتولي بعض الشخصيات العامة بالوزارات مناصب قيادية ومحافظين وبعض رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة، العديد من المشروعات القوانين المعدة للهيئة القضائية والأجهزة الأمنية بهدف تفكيكها وإحكام السيطرة عليها، القرارات الهامة والعقوبة مثل إقالة المشير والفريق والقيادات الأخرى في المخابرات والحرس الجمهوري والداخلية وإلغاء الإعلان الدستوري. دي بعض القرارات اللي كانوا في نيتهم إن هم يتخذوها. قرارات جديدة من ضمن القرارات المقترح والتي قدمت لرئيس الجمهورية آنذاك، وهذه القرارات بيقولوا يجب اتخاذها فورا وقبل 6 أكتوبر لمواجهة ما يتم تدبيره من ثورة مضادة. 1. إقالة النائب العام، تغيير قيادات الأمن الوطني، قرارات خاصة بالقضاء لإصلاح القضاء وتطهير القضاء، تغيير بعض القيادات في مفاصل الدولة المعروف عنهم بالفساد ولا يزالون في أماكنهم. مستند تحت عنوان مقترحات خاصة بالمشهد الحالي، وكان بيتناول تحليل المشهد الحالي. اقترح فيه مكتب الإرشاد أنه في حالة إصرار، هذا المستند هام جدا، أنه في حالة إصرار المحكمة الدستورية العليا على إصدار أحكامها يتم مواجهتها على النحو التالي، وهيبان لحضراتكم خطوات المواجهة. الخط الأول إصدار مرسوم بقانون لتجميد عمل المحكمة الدستورية العليا أو يتم غلق مقر المحكمة ووضع حراسة عليه وإيصال مرتبات أعضاء المحكمة إليهم في بيوتهم. بعض العبارات كما هي نقلت لحضراتكم كما هي مدونة في المستند. ثم يتم اتخاذ إجراءات لمحاسبة الأفراد الذين خرجوا عن مقتضى وظائفهم جنائيا. كان عندهم مشروع هو مشروع التحالف الإسلامي أو ائتلاف الأحزاب الإسلامية. الأحزاب اللي تم رصدها في هذا الاجتماع حزب الحرية والعدالة، حزب الوسط، حزب العمل، حزب البناء والتنمية، حزب التوحيد العربي، حزب الفضيلة، حزب الإصلاح والنهضة، حزب الأصالة، حزب الإصلاح، حزب النور، حزب الشعب، حزب الوطن. وكان الشاغل الحقيقة اللي لاحظته أن كان الشاغل لهم في هذه في اجتماع هذه الأحزاب، يعني كل مندوبين هذه الأحزاب اللي اتكلموا في هذا الاجتماع كان الشاغل لهم جميعا هو يوم 30/6 تحت عنوان استقراء هام. بيقولوا أحداث الاتحادية مرت من خلال 2 سيناريو مختلفين نعرض سريعا إلى أوجه الفرق بينهم. 1. السيناريو الهجومي يوم الأربعاء 5/12/2012 تكسير خيام المعتصمين، يعني هم اللي بيقولوا إن هم اللي كسروا خيام المعتصمين. بيقولوا إن إيجابيات هذا السيناريو استطاع وقف محاولة الانقلاب المخطط له. طيب والسلبيات؟ اتهمنا إعلاميا بالضلوع في الحادث ولم نستطع تقديم أدلة دامغة تبيض صفحتنا وتطهر وتظهر حجم التعدي علينا. الخسائر فقدنا حوالي 10 شهداء وأكثر من 1500 مصاب. تم العثور على مستندات تتعلق باستعداد الجماعة لثورة 30/6 تتضمن إرشادات إلى استخدام القوة والعنف من قبل الجماعة وحشد أعضائها لوقت ثورة الشعب على الحكم. ومن بين تلك المستندات تقرير بعنوان بعض أدوات الخروج من الوضع الراهن، وده كان قبل في مرحلة قرب 30/6. تضمن تكوين جماعات ضغط مجتمعي مثل الألتراس والبلاك بلوك وغيرهم. هذه العبارات واردة في المستند، والألتراس والبلاك بلوك تسميتهم واردة في المستند المضبوط وغيرهم، وكذا جماعات ضغط ودفاع من إعلاميين وقانونيين ورياضيين وفنانين وأدباء. وأن يدير الملف أحد مستشاري الرئيس. طبعا كانوا بيتكلموا على الإعلام الفاسد اللي هو احنا، الإعلام باين مش عارفة الإيه هو احنا، لكن انا مش عارفه كان مين مثلا المثقفين اللي ممكن يستخدموهم، لان الحقيقه انه الفنانين والمثقفين كلهم في خندق ما ضد الاخوان وحركه وزاره الثقافه ومنع دخول الوزير الثقافه كانت هي يعني بدايه تحرك الناس مع طبعا تمرد. طيب معي على الهاتف دكتور محمود كيبيش المحامي طبعا معروف وعميد حقوق القاهره السابق. دكتور كيبيش، اولا خليني اسالك عن الدلاله السياسيه لهذه الوثائق، هل الدلالة السياسية قد تكون أهم من الدلالة القانونية؟ يعني طبعا هذه الوثائق بتدعم الفكر التآمري الذي قامت عليه جماعة الإخوان المسلمين في المرحلة السابقة والاتجاه إلى تدمير الدولة. ده الفكرة اللي هي السائدة والمعروفة لدينا. لكن الأهم من ذلك الدلالة القانونية، إنه مثل هذه الوثائق أستاذة لميس يمكن الاستفادة منها في المحاكمات القائمة. وده سؤالي الثاني، كيف يمكن الاستفادة؟ هل هذه الوثائق يمكن الاستفادة منها في المحاكمات الجارية؟ بالتأكيد يمكن الاستفادة منها كقرائن أو كأدلة في بعض الأحيان على كثير من الاتهامات القائمة في بعض القضايا، ومنها قضايا العنف الذي بوشر في أقسام رابعة وقضية الاتحادية والقضايا المختلفة، لأن هذه الوثائق تبين كيف كان يخطط وتدبر أمور هذه الاعتداءات. لا شك أنها إذا ضمت إلى أوراق القضايا المنظورة الآن أمام المحاكم بالتأكيد أنها تساهم في تكوين عقيدة المحكمة وتستخدم كقرائن إن لم تكن أدلة حقيقية. طب دكتور كيبيش، البعض بيقول هذا ليس شأن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، هذا ربما يكون شأن النيابة، يعني هل من دور هذه اللجنة أن تفصح عن هذه المستندات اللي لقيتها في مكتب الإرشاد، ولا ربما كان دور النيابة في التحقيق؟ لا، ومين اللي عثر على المستندات؟ وبالمصادفة هي لجنة تحفظ على أموال الإخوان، ومن حق هذه اللجنة، بل من حق أي مواطن إذا حصل على دليل أو قرينة في قضية معينة أن يقدمها للجهات المعنية. بطبيعة الحال لجنة التحفظ على أموال الإخوان ستقدم مثل هذه الأوراق إلى النيابة العامة إذا أرادت يعني. طب ما هي، لا، هم قالوا إن هم سيتقدموا بهذه الأوراق وبالأسماء أيضا اللي واردة فيه، وهذا وهو ما لم يفصح عنه. هل كانت يجب اللجنة أن تفصح عن الأسماء اللي موجودة اللي الإخوان دسوها في مفاصل الدولة، ولا شايف إيه؟ لا، هي من الأفضل ألا تفصح عنها حتى تقدمها، من الأفضل يعني، ناحية الملائمة، فضلا عن أن الأمر في هذه المسائل يعتبر من قبيل التحقيقات التي يجب أن تبقى في طي السرية حتى يتم إحالة هذه الأوراق للمحكمة. اللي أنا عايز أقوله إنه قد تتوصل النيابة من خلال هذه الأوراق إلى طلب التصدي من قبل المحكمة لبعض المتهمين الجدد الذين لم تشملهم قرارات الاتهام، أو لبعض الجرائم التي أيضا لم يشملها قرار الاتهام. قد يحدث ذلك في ضوء ما تنتهي إليه النيابة من التحقيقات. بشكرك دكتور محمود كيبيش، عميد حقوق القاهرة السابق. إذا الحقيقة أنه هناك دلالتين لهذه الأوراق، دلالة سياسية تؤكد ما كشفنا عنه من قبل، وتؤكد أنه ما قام به المصريون في 30 يونيو من إطاحة بنظام مرسي كان على أسس واضحة، وهو محاولة إخوانة الدولة، اختطاف الدولة وتغيير كيانها، كله لصالح جماعة، وما قاله الرئيس السيسي النهارده في خطابه. على الجانب الآخر الدلالة القانونية زي ما قال الدكتور كيبيش، هو أنه يمكن استغلال هذه الأوراق في طبعا كثير كقرائن في كثير من القضايا. مرة أخرى، اخرجوا من الخناقة. كلام الرئيس النهارده كان واضح، أهداف مشروعة لشباب في 25 يناير استغلها البعض للسطو على السلطة، تصحيح مسار في 30 يونيو. يا جماعة أرجوكم اخرجوا من الخناقة، الخناقة دي ملهاش أي لازمة. بصوا لقدام، غدا هو المهم، الشغل هو المهم، دي معركتنا الحقيقية. ومعركتنا الحقيقية مع حاجة زي قضايا الحسبة مثلا، أنا بعتبر إن دي معركة حقيقية. معركتنا مع خطاب ديني متخلف، بعتبر إن دي معركة حقيقية. معركتنا لإصلاح دار العدالة، دي معركة حقيقية. دي معاركنا الحقيقية اللي لازم نخوضها بقوة وبصلابة ودون خوف، وإحنا عارفين معركة إصلاح الجهاز الإداري للدولة، دي معركة حقيقية، والرئيس اتكلم عليها امبارح. أنتوا عايزين إصلاح ولا مش عايزين إصلاح؟ عايزيننا نتقدم ولا عايزيننا نخاف؟ هي دي المعارك الحقيقيه اللي لازم نركز فيها. النهارده هكلمكم على معركه من المعارك اللي احنا بناخدها، هي معارك من قضايا الحسبه. وايه هي قضايا الحسبه؟ القضايا اللي يمشي واحد يقول لك انا عايز، انا شايف ان فلان بيحض على الفجور وعشان كده لازم اطلقه هو ومراته مثلا، او افرق بينهم. ونذكر هذه القضايا وما تعرض له دكتور نصر حامد ابو زيد رحمه الله، ومحاوله تفريق بينه وبين زوجته الفاضله حينها. الحقيقه انه دكتوره ابتهال يونس، استاذ الادب الفرنسي طبعا، ودكتور نصر حامد ابو زيد سافر وساب البلد حتى تم فصل في هذا الامر، واصدرت الدوله قانونا يمنع الحسبه ويجعل هذه القضايا لتحقيق النيابه. احنا لسه في قضايا الحسبة، وعندنا قضيتين النهاردة. محكمة جنح مدينة نصر قضت بعدم قبول دعوى اتهام الفنانة انتصار بالتحريض على الفسق والفجور، بعد ما رفعت عليها قضية بتقول انها، هي بتتكلم على في برنامجها اللطيف جدا نفسنا على القاهرة والناس، بتتكلم على الافلام الاباحية وماذا نقاش، قال لك بتحرض على الفسق والفجور. النهارده المحكمة رفضت دعوى اتهامها بذلك، وطبعا المحكمة لا تشكر، ولكن يعني الحقيقة احنا سعداء لهذا الحكم، ولازم نقول نعبر عن مشاعرنا يعني. لكن على الجانب الآخر احنا عندنا قضية إسلام البحيري لسه شغالة، والاستشكال كل شوية عمال يتأجل مش عارفين ليه. ثالث حاجة الحقيقة انه محكمة جنح الدقي قضت ب براءة المنتج السينمائي محمد السبكي، ولكن حبس نجلته بنته رانا السبكي سنة لاتهامها بنشر صور وعبارات خادشة للحياء في فيلم ريجاتا. دي كلها قضايا حسبة، والحقيقة انه يعني المشكلة عندنا هنا انه نتمنى ان النيابة العامة تقوم بالتحقيق في هذه الامور ولا تحيلها للقضاء. احنا مش محتاجين حد يقول لحد انت بتحض على الفجور ولا بتحض على ده مش دور الناس، ده مش دور الناس الحقيقه يعني. فالنهارده ايضا جبهه الابداع قامت عقدت اجتماع لدعم رنا السبكي ضد مثل هذه القضايا التي بصراحه نضعها في خندق قضايا الحسبه. مين معانا يا جماعه؟ الأستاذ عصام شيحة المحامي بالنقد. أستاذ عصام مساء الخير. مساء النور يا فندم. يعني كيف يمكن أن نغلق الأبواب أمام كل واحد معدي يقول أن فلان بيحض على الفسق والفجور، فلان كتابه خادش للحياء، فلان كتب مقالة مش عارفة فيها إيه، فلان نشر صورة؟ إمتى هننتهي من هذا الأمر؟ لما نحترم نصوص الدستور. إحنا عندنا دستور بيدي في حرية الرأي والتعبير، في حرية الإبداع. مجرد ما بندي الحق لأي مواطن إن يرفع دعوى الحزبة، معناها إن إحنا بنصادر حرية الرأي والتعبير، بنصادر حرية الإبداع. وللأسف الشديد الأمر مش جديد، إحنا متذكرين إنه في برلمان 87 اتقدم الشيخ يوسف البدري بمشروع قانون للحزبة، وللأسف الشديد البرلمان جراه وأحالوا القانون بالكامل لوزارة العدل، وأخذ وقت طويل من المناقشة، وكانت النتيجة اللي احنا صدمنا بيها واصطدم بيها الرأي العام في مصر انه تمت محاكمة الدكتور نصر حامد أبو زيد والتفريق ما بينه وما بين زوجته. وكانت قضية صعبة جدا يا لميس ان احنا ندافع عن حرية الرأي والتعبير امام الرأي العام الأوروبي والرأي العام الغربي. احنا بنتكلم عن ان احنا بنأسس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، دستورنا بيدي الحق لحرية الرأي والتعبير، وبنتفاجئ بانه النيابة العامة بتقبل بعض البلاغات من مواطنين لا صفة لهم ولا مصلحة لهم في رفع الدعوة، وبتقبل الدعوة وبنتفاجئ بها بأحكام الهدف منها هو مصادرة الحق في الإبداع، مصادرة الحق في التفكير. هو السؤال يعني هنا بقى احنا محتاجين تعديلات تشريعية أخرى لذلك، ولا هي النيابة يعني لا يجب أنها تحيل هذه القضايا للمحاكم؟ أنا عايز أشكرك على سؤالك ده، محتاج تغيير في الذهنية نفسها، لأنه في النهاية لما بيسمح للنيابة العامة بتحريك هذه الدعاوى في كثير من الأحيان الرأي العام بيبقى ضاغط، وبتستجيب النيابة العامة في ظل الظروف الاستثنائية. احنا محتاجين النيابة العامة انها تفعل القوانين بكل قوة وبكل حد، وانها تساهم في بناء الدولة المدنية، تساهم في الحد من رفع هذه الدعاوى. احنا لما اتلغت فكرة الدعوة المباشرة اللي كان اي واحد بيروح مباشرة يرفع الدعوة المباشرة ويروح على المحكمة، وقلنا ان احنا هنعمل فلتره لهذه الدعاوى بتدخل النيابه العامه، وان النيابه العامه توازن بين مصلحه المجتمع وبين حريه الراي والتعبير، لكن للاسف الشديد في السنوات الاخيره شفنا اكثر من قضيه كان الهدف منها هو مجاراه الراي العام او قطاع في الراي العام بمصادره الحق في حريه الراي والتعبير. لو فعلنا القوانين وفعلنا الدستور انا اعتقد ان احنا مش في حاجه، لكن فكره ان النيابه تظل هي اللي تعمل المواءمه السياسيه، احنا محتاجين نصوص قاطعه ما تديش فرصة للتأويل، لأن احنا عندنا دايما نقول في القانون إن نصوص القانون ومواده حمال أوجه. أيوه، أنا أفسرها بشكل وغيري يفسرها بشكل. احنا عايزين النصوص تكون قاطعة، يعني تيسر على النيابة العامة إنها تحد من هذه الدعاوى أو تمنع هذه الدعاوى طالما لا تؤثر في الرأي العام المصري، طالما لا تخالف الدستور والقانون. احنا عندنا الدستور دلوقتي بيتكلم على حرية الرأي والإبداع، احنا مش هنتقدم خطوة أمام غير لما ندي فرصة لحرية الرأي والإبداع، وإلا معناها إن احنا هنكرر نصوص سبق للأسبقين إن هم قرروها من آلاف السنين. ده ما يبنيش دولة وما يبنيش مجتمع، وما يحدثش. ومصر القوة الناعمة بتاعتها هي في الإبداع، علينا إن احنا ندعم الإبداع، وعلى البرلمان الجديد إن هو يكون مسؤول ويصيغ صياغات جديدة تكون قاطعة، يعني لا تسمح لأي مواطن إن هو يرفع الدعوة، وفي نفس الوقت تحد من سلطات النيابة العامة في إحالة هذه الدعاوى إلى المحاكم. صح، بشكرك أستاذ هشام شيحة المحامي بالنقد، والحقيقة بضم صوتي لصوت حضرتك، ودي معركة من المعارك اللي لازم ناخدها. عايزين ثورة حقيقية، عايزين ثورة على ده، عايزين ثورة حقيقية، عايزين ثورة على كل الفكر اللي بيدعي انه احنا ما ينفعش ان حد ماشي كده في الشارع يقول لك ده بيحض على الفسخ والفجور ولا ده ما بيحضش على الفسخ والفجور. انت مين عشان تقول كده؟ ما ينفعش احنا نقف امام حرية الفكر وحرية الابداع وحرية الرأي، وده اللي بيقوله الدستور اللي نزلنا صوتنا عليه اللي خد فوق 95%. ده اللي محتاج ثورة. عايزين ثورة، هي دي الثورة اللي لازم نقوم بيها، ولازم تكون ثورة قاطعة، ما فيهاش اللي في النص ده زي الخطاب الديني اللي شغال معانا، ما فيهوش اللي في النص ده، ما فيهوش. لازم ثورة على كل الكتب المتخلفة، ما ينفعش ثورة في التعليم، ثورة في السياسة الزراعية، ثورة. لازم هي دي الثورات الحقيقية اللي احنا محتاجينها، مش ثورة مظاهرات. النهارده وزير الشباب والرياضه مهندس خالد عبد العزيز اصدر قرار بتعيين مجلس اداره النادي الاهلي بعد تاجيل الطعن على قرار حل المجلس ليوم 28 فبراير. القرار جاء باعاده تعيين كامل المجلس، ولكن يعني في انباء انه نائب الرئيس الدكتور احمد سعيد رفض التعيين. هل مين معانا على التليفون؟ طيب، يعني هنحاول ان احنا يكون معانا الدكتور احمد سعيد بعد قليل نعرف بس وجهه نظره في رفض التعيين. انا عارفه ان هو الحقيقه كان رافض موضوع التعيين وقال احنا مجلس منتخب، من حقنا يعني مش مفروض ان احنا نعين من السيد الوزير. ايضا النهارده بالامس الحقيقه في جدل في وزاره الاثار حول احاله 8 مسؤولين بالاثار للمحاكمه العاجله بسبب اتلاف قناع توت عنخ امون. واحنا لما اتكلمنا على قناع توت عنخ امون اللي كان اتكسر دقنه. طيب خلونا نرجع للرياضه مره اخرى. معايا الناقد الرياضي الزميل ايهاب الخطيب. ايهاب، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ لميس، على حضرتك وعلى جمهورك الكريم. هل اعاده التعيين للمجلس قرار يعني بالفعل رفضه الدكتور احمد سعيد ولا لسه في كلام؟ بالفعل، وحضرتك بتتكلمي دلوقتي معايا، يمكن في اجتماع ساخن جدا لمجلس اداره النادي الاهلي، مجتمعين حتى الان ما خدوش قرارهم بشكل معلن، لسه هيعلنوا القرار. يمكن فعلا الاستاذ احمد سعيد نائب رئيس النادي الاهلي متمسك بعدم قبول التعيين، ومعاه مجموعه من المجلس. في الوجه الاخر المهندس محمود طاهر اللي بيحاول يقنع بعض الاعضاء وعلى راسهم المهندس احمد سعيد، يقنعوهم بعدم التخلي عن النادي الاهلي في المسؤوليه في هذا التوقيت حتى قبول مبدا التعيين لحين قرار طعن المحكمه، لان الجلسه اللي اتاجلت ليوم 28 فبراير المقبل 28/2 دي بشكل كبير جدا هترجع المجلس ايضا بقرار المحكمه بالغاء حكم الحل. ولكن في هذا التوقيت المشكله الكبيره ان اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي هيترأسهم النائب احمد سعيد، اعضاء مجلس الاداره شايفين ان هذا القرار بقبول التعيين هو التخلي عن المسؤوليه اللي اوكلتهم ليها الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، خاصة انهم ما لهمش اي يعني ذنب في قرار عدم جدية الانتخابات، وان الفرق كان كبير جدا في نسبة التصويت. ايوه، بس يعني دلوقتي ما هو الوزير بين شقي الراحه، بين فكره ان هو يعني لابد ان ينفذ القرار، قرار المحكمه او حكم المحكمه، وبين انه فكره التدخل في يعني تدخل حكومي في عمل النوادي، وبالتالي ربما كان عليه يعني ده كان مخرجه الوحيد. بالظبط. انا اقول لحضرتك على مفاجاه حتى هذه اللحظه، قرار الحل اللي صدر عن وزاره الشباب والرياضه لم يصل فعليا للنادي الاهلي، يعني القرار الرسمي اللي المفروض يوصل للنادي الاهلي بحل المجلس والتعيين. وزير الشباب والرياضه في الحقيقه المهندس خالد عبد العزيز بيقول انا بمتثل لقرار المحكمه، انا ما بحلش مجلس اداره النادي الاهلي، ولكني بمتثل لقرار المحكمة الإدارية العليا، وده طبعا تأكيدا لكلام حضرتك، لأن الطين الشقاي الرحم إذا نفذ هذا، إذا لم ينفذ هذا القرار، قرار المحكمة، هيتعزل من وظيفته ويتحبس سنة طبعا. طب وإذا نفذ هذا القرار بدون تعيين مجلس إدارة النادي الأهلي، يبقى هيتم تجميد نشاط الرياضة المصرية. طيب الحل الوسط إن أنا أنفذ، يبقى أنا كده حليت وعين، أبقى أنا كده رضيت اللجنة الأولمبية الدولية. المفاجأة إن لو النادي الأهلي، وهذا السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه، رفض التعيين، بس هناك أزمة كبيرة جدا. بس أنا تعتقد إن محمود طاهر هيرفض التعيين؟ حتى الآن المهندس محمود طاهر لن يقر بمبدأ رفض التعيين. الحتة الثانية بقى، طب لو انقسم المجلس على بعض، يعني لو حصل فيه جزء حضرتك يبقى الوضع ايه؟ الوضع ايه بقى؟ مش مؤيد للتعيين. لو لغاية 5 أعضاء كانوا، يعني ما زادش عن 6 أعضاء، 5 أعضاء فيما أكثر، ما زادش عن مبدأ التعيين، يبقى هيكمل بباقي المجلس حتى نظر طعن النادي الأهلي. ولكن لو زاد عدد الرافضين للتعيين عن 6، هيتم تعيين أشخاص جديدة مع الأشخاص اللي متواجدة وما رفضتش التعيين. وده هيبان امتى يا ايهاب؟ كمان شويه ولا ايه؟ خلال الساعات اللي جايه، لكن ما اعتقدش ان قرار المجلس هيكون النهارده. يعني حتى هذه اللحظه اللي بكلم حضرتك، وعلى مدار 4 ساعات، بندخل في الساعه 5 دلوقتي، المجلس مجتمع بالكامل وما يوصلوش لاي صيغه واتفاق عام بين الجميع، لان هم في الاخر عايزين ياخدوا قرار جماعي. نعم. في هذا التوقيت ما فيش قرار جماعي حتى هذه اللحظه، خاصه ان المهندس محمود طاهر اللي بيحاول يفتي المهندس أحمد سعيد عن قراره، لأن في أكتر من عضو، المهندس هشام سعيد، المهندس الدكتور هشام العمري هو أحد برضه الأعضاء مجلس إدارة المتمسكين، وأحد واثنين من تحت السن من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، يعني المجموع ممكن يوصل ل5 حتى الآن مختلفين، لكن هم عايزين ياخدوا قرار واحد يا أستاذة لميس. نعم. هي بس المشكلة كلها لو فعلا مجلس إدارة النادي الأهلي بالإجماع أخذ قرار رفض التعيين، دي هتبقى أزمة كبيرة هتواجه الرياضة المصرية، لأن ساعتها تجميد النشاط الرياضي بقى كل حاجة. حتى إن اتحاد الكرة النهارده يا أستاذ لميس أرسل يعني خطاب للاتحاد الدولي بيحصن نفسه، وبيقول له إن في الإجراءات بكذا بتحصل مع النادي الأهلي عشان يحصن نفسه خوفا من سؤال الفيفا، لأن دي هيبقى فيها مشكلة كبيرة. وأيضا اللجنة الأولمبية المصرية سترسل للجنة الأولمبية الدولية حتى إلى اللجنة الثلاثية اللي بترأسها الدكتور حسن مصطفى لإدراك الموقف، لأن زي ما بقول لحضرتك المشكلة هتبقى كبيرة لو أجمع مجلس إدارة النادي الأهلي على رفض التعيين. يا فندم بشكرك شكرا جزيلا، ونتوقع يعني ننتظر يعني خلال الساعات القادمة هنتواصل معاك. بشكرك شكرا جزيلا. إذن أزمة النادي الأهلي ما زالت تطل برأسها على كل الكرة المصرية والنشاط الرياضي المصري الحقيقة. زي ما كنت بقول لكم منذ قليل، دقن توت عنخ آمون بعد ما كانوا المسؤولين قالوا انه الترميم تم بشكل جيد جدا وعادي، وما اتعملش بصمغ ولا كله ولا الكلام ده كله، واتعمل بمواد عاديه. واحنا قلنا يا جماعه لا يبدو ان الدقن سليمه، ولكن اتقال لنا لا، الدقن سليمه، كله تمام، ودي ده هي دي مواد، وقالوا لنا بقى اسامي المواد كده الغريبه كده. عموما دلوقتي الوزاره احالت الحقيقه 8 من القائمين والمسؤولين بالآثار للمحاكمة العادلة أو النيابة الإدارية، للمحاكمة الإدارية الحقيقة، مش محاكمة جنائية، هي محاكمة إدارية بسبب فصل هذا الدقن. يعني كانوا يعني مش بس اتكسر منهم، ده اتكسر منهم، ولما جم يلزقوه لزقوه غلط، ولما جم عايزين يشيلوا الصمغ اللي عملوا بيه، يعني حاجات كده كلها تدعو للحزن وللأسى. بالإضافة بقى لده في انزعاج من ما أعلنته وزارة الآثار أنها ستقوم بمزايدة أو مناقصة لترميم فندق البارون إمبان في مصر الجديدة، أو عفوا قصر البارون إمبان في مصر الجديدة. المهندس ماجد سامي رئيس لجنة العمارة بنقابة المهندسين، مساء الخير يا باشمهندس. لماذا أنتم منزعجون من يعني ما قامت به وزارة الثقافة وما أعلنته حول ترميم قصر البارون إمبان؟ هي وزارة الآثار اللي أعلنت، وزارة الآثار عفوا سوري، وللأسف حتى مش وزارة الآثار، هو المكتب المنوط بيه، وهو مكتب المفروض إن هو مكتب إنشائي، وده طبعا تراث، بنتكلم على تراث معماري فريد في الشرق الاوسط بناه البارون إمبان بتصميم مهندس الكسندر مارسيل سنه 1911 خلص المبنى ده، وده مبنى فريد ما فيش زيه في الشرق الاوسط، وده تراث معماري او اثر معماري، فلما يجي يتعامل معاه يجب ان يكون متخصص معماري على راس الفريق اللي بيعمل اولا. ثانيا سمحت وزاره الاثار مش عارف ازاي ان مبنى اثري لمصر يقوم بطرح مسابقه ليه مكتب مش الوزاره، يعني برعايه وزاره الاثار المكتب بيطرح المسابقه. طب هو المكتب تابع للوزاره مش كده؟ لا ده مكتب من المسجلين، مكتب مسجل كمكتب في الوزاره. انا ممكن ابقى مسجل حاجات كتيره، يعني مش ممكن ادي المكتب ده مثلا تربيط قطاع الخامون. نفس الحكايه المكتب المسجل الاعلن هو مكتب فعلا استشاري، بس استشاري انشائي، وحتى لو هو واخد شهاده ترميم استشاري ترميم اثار ده بيبقى في الناحيه الانشائيه وليس في الناحيه المعماريه. بينما المسابقه اللي تناولت الموضوع بتقول عايزه مساقط افقيه توضح الاستخدام الامثل، وعايزه تنسيق الموقع العام وتوضيح كيف يتم التنسيق، يعني كلها مهام معماريه. واحنا سبق قبل كده، والحقيقه الوزاره كانت متعاونه معانا في موضوع الهرم زوسر، كنا شكلنا لجنه من نقابه المهندسين ودرسنا الموضوع وقلنا لهم يا جماعه لو سمحتوا تراث مصر واثار مصر عندما يتم التعامل معاها يجب ان يكون هناك لجنه لكل اثر، اللجنه دي بتبقى مشكله من مختلف التخصصات وتحدد المنهجيه اللي هيتم عليها ترميم الاثر، لكن ان يطرح مكتب من خلال الوزاره يطرح هو المسابقه، والمسابقه مديها مده حتى 3 أسابيع وما هياش متبعه لاي اصول للمسابقات المعماريه، وهي مسابقه معماريه الطلبات المطلوبه فيها معماريه، ويفتح المسابقه للاثريين وطلبه الجامعه والمكاتب الاستشاريه. فالمسابقه مكتوبه بطريقه غلط، الاعلان مكتوب بطريقه غلط، الاسناد مش المفروض يبقى لمكتب التخصص في اثر معماري، يعني ده اما نسجل مبنى اثر مش حتى تراث، لو بيسجل تراث بيسجل عن طريق جهاز التنسيق الحضاري. نعم جهاز التنسيق الحضاري يسجله لانه ما دخلش في الاثار، لما يبقى القيمه بتاعته اعلى تسجل اثار، فالاثار ده كمان يعني التعامل معاه بحذر اكثر من المبنى التراثي. نعم بشكرك مهندس ماجد سامي رئيس لجنه العماره بنقابه المهندسين. احنا الحقيقه حاولنا الاتصال بيه السيد وزير الاثار اللي انا متاكده ان هو يعني اكيد مهتم بهذه القضيه. نفسي كنا عايزين نسمع وجهه نظره في هذا الامر. مفيش وزير بيبقى عايز ان هو يبقى فيه ترميم خاطئ او ترميم فيه مشكله، لكن احنا دلوقتي عندنا مشكلتين، مشكله توت عنخ آمون ومشكله قصر البارون إمبان. الحقيقه انه الاثار المصريه هي كل ما نملك، التراث المصري هو كل ما نملك، والبيوت اللي بتتهد في اسكندريه يعني قصر زينب الوكيل، فيلا أجيون اللي كنا عملنا عليها مشكله جامده جدا من سنه او من سنتين اتهدت. نحن لا نحافظ على أثرنا ولا نحافظ على تراثنا، وبنتعامل معاه بمنطق يعني منطق الحقيقه يعني عايزه اقول مش منطق ناس مهتمه بهذا التراث وهذه الاثار. في الاقصر انا كنت موجوده في اليومين اللي فاتوا مع اتابع زياره الرئيس الصيني للاقصر. الحقيقه الحفله كانت فوق الخيال وفوق الرائعه، كيف احتضن معبد الاقصر العظيم الحضاره الصينيه، والحقيقه التابلو الرهيب اللي اتعمل للصم والبكم من الصينيين قد ايه جميل وقد ايه دقيق وقد ايه يعني كل لحظه. دول مش سامعين يا جماعه الموسيقى، يعني هم ما كانوش سامعين الموسيقى، هم كانوا بيتحركوا بإشارات لمدرباتهم بالظبط، دي مدربتهم بإشارات واضحة ليهم هي اللي بتحركهم، لأن هم مش سامعين الموسيقى، ومع ذلك الحركة كانت عظيمة ودقيقة بشكل كبير. طبعا كمان الأكروبات الصيني اللي بصوا الحركة، بس الحركة عظيمة ازاي، لكن الأكروبات الصيني أيضا الولد والبنت ازاي انتوا بتحسوا ان هم كأنهم واحد، كأنهم شخص واحد، ما بنعرفش ان هما اتنين غير لما يبتدي البنت تتحرك. واللقطة اللي هو شالها على كتافه قد ايه المرونة في الحركة، الحقيقة لقطات لا يمكن ان احنا ننساها. المشهد في الأقصر كان بديع، مشهد في الأقصر كان شيء عظيم، لدينا أعظم الآثار في العالم، لكن هل احنا مستغلينها بالشكل اللازم؟ الأقصر وأسوان يجب أن تسوق كمدن لوحدها، شرم الشيخ والغردقه، ابو سمبل، كل الاماكن دي يجب ان تسوق. يبقى نتكلم على التشارتر فلايتس، نتكلم على كل ده. الاقصر حزينه، لما نمشي في شوارع الاقصر ونلاقيها فاضيه بنشعر بالحزن. مدينه جميله، اهلها حاجه يعني عظيمة، ناس طيبة، ناس جميلة. الحقيقة لازم أحيي أيضا محافظ الأقصر الأستاذ محمد بدر على مجهود خرافي لإنجاح هذه الزيارة، هو طبعا ووزير الآثار، وكنا الكاميرا الوحيدة اللي موجودة في تتابع زيارة وزير الآثار، عفوا تتابع زيارة الرئيس الصيني لمعابد البر الغربي، وكم كان مبهورا بالحضارة المصرية. حتشبسوت، مقبرة توت عنخ آمون، مقبرة رمسيس، وبعد ذلك بر الشرقي الكرنك. نحن هنا أمام معبد حتشبسوت الدير البحري بالبر الغربي. هذا جزء من زيارة الرئيس الصيني للمعابد والمقابر في وادي الملوك والملكات، وأيضا جزء من آخر من الزيارة هيكون على البر الشرقي، حيث سيزور معبد الكرنك بعدما زار معبد الأقصر الذي يقيم فيه الاحتفال. الصين بتصدر للعالم أكثر من 100 مليون سائح سنويا. مصر بتحاول أن تجتذب من هذه السياحة من نصف إلى 1% من هؤلاء السياح. السائح الصيني واحد من أكثر السياح انفاقا في العالم، يعني 1 أو 2 من كل 10 سائحين في العالم هم من الصين. ولهذا فهذه الزيارة شديدة الأهمية، ليس فقط للتعاون والعلاقات المصرية الصينية، ولكن الأهم هي للسياحة الصينية ولجذب السياحة الصينية. معنا السيد وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي. ايه أهمية هذا اللقاء، هذه الزيارة في واحدة من أهم مناطق الآثار في العالم؟ الحقيقة زيارة لها أهمية كبيرة جدا، هي بتوري أساسا كمان دلالة حب الصين لذات الشعب العريق بالحضارة المصرية. الرئيس الصيني نفسه يهتم بهذا ويرغب في رؤية الآثار المصرية التي تمثل أهم حضارة إنسانية. سوق الصين بالنسبة للسياحة هو سوق كبير جدا، وديت مهمة نقطة أخرى، لأن الفترة الأخيرة بدأنا نشاهد زيادة في أعداد السياحة الصينية. احتضان يعني معبد الأقصر العظيم للحضارة الصينية يعني رمزية كانت يعني كبيرة، خاصة أن هم عرق حضارتين تقريبا في هذا الكون. ده صحيح، هي طبعا كانت رؤية وزيري الثقافة، وزير الثقافة المصري سيد حلمي النمى، وزير الثقافة الصيني، أن يكون هناك تلاقي بين الحضارتين. وفي معبد من أعظم المعابد المصرية، معبد الأقصر اللي بناه منحوتب الثالث وأكمله رمسيس الثاني، وفي الفناء الواسع تتم فعاليات الثقافة الحديثة أو الفن الحديث في رحاب الحضارة القديمة. ومن أمام معبد حتشبسوت في البر الغربي السيد محافظ الأقصر السيد محمد بدر، أهلا بيك، وأظن أنها زيارة ناجحة جدا. طبعا الحمد لله، الحمد لله، لا ماشية كويس، والحمد لله الدعاية اللي تنتج عنها تبقى كويسة جدا بإذن الله. أهمية أنه رئيس صيني يزور هذه المقابر والمعابد المصرية القديمة، رغم أن الحقيقة أنه الصين بها واحدة من أقدم الحضارات في العالم. طبعا هي السياحة الصينية قايمة أساسا على التنوع الثقافي، وهم دايما بيدوروا على التراث الثقافي والأثري في زياراتهم السياحية. والسنة اللي فاتت كان حجم السياحة الخارجة من الصين حوالي 150 مليون، فطبعا لو قدرنا ناخد نصيب عادل منها فأكيد طبعا هتبقى مؤثرة جدا. وهم بيهتموا بالمناطق الأثرية زي الأقصر وأسوان، وطبعا منطقة الأهرامات عندنا، فإن شاء الله الدعاية اللي هم عملوها لنا هنا وزيارة الرئيس الصيني دي رسالة كويسة جدا للشعب الصيني، وإن شاء الله ناخد النسبة كويسة من السياحة الصينية بإذن الله. إذا حتشبسوت والأقصر وأيضا كل يعني وادي الملوك والملكات كانت زيارة جميلة، والحقيقة أن كاميرتنا كاميرا CBC كانت الكاميرا الوحيدة هناك بالإضافة إلى الكاميرات الصينية. النهاردة عندنا حلقة كلها يعني فقرات متنوعة ملهاش علاقة بالسياسة قوي خالص تقريبا. أول فقرة هنستضيف فيها الفنانة نشوى مصطفى وهنسمع منها تجربة مختلفة. نشوى دخلت في جدال على الفيسبوك حوالين فكرة الاعتماد على النفس والمستقبل، كانت بتعلق على ولد وبنت بيبيعوا بطاطا، متعلمين تعليم عالي ولكن بيبيعوا بطاطا عشان يقدروا يبنوا حياتهم، ودخلت نشوى في معركة طويلة حكت فيها حكايتها، وهنسمع حكاية نشوى مصطفى. مش بس فنانة كوميدية ولكن فنانة عصامية، قدرت انها تبني نفسها بنفسها، وده نموذج اهتمينا ان احنا نعرضه عليكم. ايضا هيكون عندنا جدل ومناظره حول الزواج المدني والقضيه التي تشغل كثير من الاقباط حول هذا الزواج، واحنا عرفنا ان الفتره اللي فاتت كان عندنا حكمين متعارضين، واحد بقبول الزواج المدني وواحد برفض الزواج المدني. ماذا سيفعل الاقباط؟ هنسمع وجهتي النظر. ثم بعد ذلك عندنا فقره اجتماعيه لطيفه، يوم الأحد دايما عندنا فقرات اجتماعيه بنسمع فيها تليفوناتكم، هذه الفقرة الحقيقة احنا اخدناها من اغنية الجميلة لانغام اكتب لك تعهد، ازاي الست مستعدة تعمل اي حاجة عشان تخلص من بعض الرجال، مش كل الرجال ولكن بعض الرجال لما يكتم على نفسها ويموتها ويخنقها تبقى مستعدة تبيع الدنيا، واكتب لك تعهد بس تسيبني. نخرج فاصل وبعد الفاصل نشوى مصطفى.